هلا بدي اطلع على الكرنت اللي جاييني من ار. اول شيء الكرنت اللي ماشي في اللود خلينا نرسمه بالاحمر من هون. خلينا ارسم مثلا فرضا نفترض هذا هو الكرنت اللي ماشي في اللود، هي الخط الاحمر. هذا الكرنت بيور دي سي. باللود بيور دي سي، بس هذا من وين بده يجي؟ من السورس. من السورس. وعلى فترات مختلفة بده يجي جزء منه البوزيتيف بده يجي من هون والنيجاتيف بده يجي من هون، مش هيك؟ حتى يروح ويرجع. الكرنت رايح وراجع، مزبوط؟ فهلا اطلعوا خلال الفترة هاي، خلال الفترة هاي مين شغال على جهة البوزيتيف؟ مزبوط؟ يعني هون عندي حتى احنا عملنا شيفت مش هيك؟ هذا هون صار ار ماينس تي، هذا عملت له شيفت لهون، فهذا صار هذا نزل هون صار ار ماينس اس، وهذا نزل هون صار ار ماينس تي، وهذا نزل هون صار اس ماينس تي، وهذا نزل هون صار اس ماينس ار. واضح ليش عملت له شيفت؟ لان شو عملت بالزاويه؟ اخرتها 90 درجه، اس ماينس ار وهكذا. اذا عندي هون اطلع هلا خلال الفتره هاي قديش هاي طول هالفتره؟ 120. لا هاي 60 وهاي 60، اذا هاي 120. اذا الكرنت هذا الاحمر، الخط الاحمر اللي كان ماشي عندي هون، وين بده يمر؟ بالبوزيتيف سايد تبعه، باي دايت من باي اس سي ار بده يمر؟ بواحد. اذا هذا بده يجي من ار مش هيك؟ اذا هذا الارتفاع اللي كان هون عندي راح يجي خلال الفتره هاي نفس الطول هذا. خليني ارسمه اصغر شوي، هو نفس الطول هذا راح يجي عندي في ار، مزبوط؟ خلال الفتره هاي. وبعدين في فتره راح يكون فيها الار نيجاتيف شغال، اللي هي من وين لوين؟ هي 60 اس ماينس ار وكمان 60، مزبوط؟ تي ماينس ار. اذا النيجاتيف سايد راح يرجع رجوع في ار خلال فتره 120 درجه، مزبوط؟ نفس الكرنت هذا اللي موجود هون. اذا عندي هلا هاي 120 وعندي 120، قديش ضل؟ ضل 120، راح يكون الفراغ بينهم 60. فعندي صار ار ماينس تي، احنا رسمناه غلط، ار ماينس تي، هي ار ماينس اس ار ماينس تي، فهذا راح يكون جاي من هون لهون، مزبوط؟ 120 درجه، لانه هي ار ماينس اس وهي ار ماينس تي. خلال 120 درجة، بعدين راح يصير عندي فراغ 60، ومين راح يشتغل عندي هلا النيجاتيف سايد؟ اس ماينس ار تي ماينس ار، فخلال فترة هي عندي 30 و30 هي 60، راح يجي عندي هذا الطول من هون، وراح يضل هذا لفترة 60 120. إذا الفراغ اللي هون عندي طبعا هذه راح ترجع عندي هون، هيها نفسها هذيك القطعة راح تكون جاي عندي من هون. لاحظين شكل الكرنت؟ ايش شكل الكرنت اللي جاي في ار؟ كوازي سكوير ويف. 120 اون 0 اوف 0 120 60 درجه 120. اذا عندي هاي راح تكون 120 120 اللي هي 2 باي على 3، مزبوط؟ وعندي هون باي على 3 وبعدين هنا عندي 2 باي على 3، والارتفاع هون زائد اي نوت او اي افريج اللي هو هذا، وهون ماينس اي افريج اللي هو هذا، وهذا راح ينطبق على الثلاث فيزز كمان. لو حسبت اس وتي راح يكون نفس الشكل، شو راح يكون الاختلاف بينهم؟ ايش راح يكون الاختلاف بين ار واس وتي؟ شيفتد باي 120 ديجريز. اذا الويف فورم في حين بالفول ويف ريكتيفاير قديش كان عرض عرض السكوير ويف؟ متذكرين؟ 180 درجه، كان عرضها 180 درجه اون 180 درجة اوف. اذا هذا الكرنت اللي راح يمشي عندي في السورس راح يكون، وبتعرف تحسبوا الار ام اس له؟ كيف تحسبوا الار ام اس له؟ بتتذكروا حكينا بحط الجذر بضرب في في واحد على الزمن وبربع الماجنتيود، مزبوط؟ يعني هذا بدك تحسب الار ام اس اي ار ار ام اس راح يساوي، بدي اخذ جذر، مزبوط؟ وعندي الماجنتيود قديش؟ اي نوت او اي افريج، راح يكون عندي اي نوت او اي افريج راح اربعه من هون وراح اضربه في الزمن تبعه، قديش الزمن تبعه بالنسبه لباي؟ هذا الزمن تبعه 2 باي على 3، على ايش بدي اقسمه؟ على 2 باي على كل الفتره، فراح يصير عندي 2 باي راح يصير هذا 1 على 3 زائد، هذا عندي زيرو ما بهمني كثير مش هيك؟ خلص بضرب في زيرو زائد اخر واحد ايش راح يكون؟ نفس الشيء 2 باي على 3 بقسمه على 2 باي بصير 1 على 3 اي نوت تربيع، الماينس اي نوت بتختفي لما ربعت مش هيك؟ مزبوط؟ شو بتصير هلا هذه عندي هون؟ هذا نفس هاد بصير عندي 2 على 3 اي نوت تحت الجذر، مزبوط؟ بطلع الاي نوت برا شو بصير؟ اي نوت تربيع بصير عندي اي نوت، اوكي ماشي واضح؟ هذا الار ام اس تبع السورس.